لا تخاف، لا تخاف، يعني ولو أديت أقل عمل تتصوره أنت لن يضيع هذا الأجر، محفوظ عند الله، إن شاء عجل لك ثوابه في الدنيا أو أخره إلى يوم القيامة. واحد راح لبلد غربي يبدو مربى تربية دينية، وجد الفسق غير معقول، أرسل لوالده رسالة قال له إما أن ترسل لي زوجة على جناح السرعة وإما أن أعود إلى البلد، أنا لا أعصي الله هناك والوضع لا يحتمل. فالأب طلب منه وكالة، طب عمل عقد وبعث له إياها شحن جوي. عفوا يعني بسمع قصة أنه في وفاق بين الزوجين لا يصدق. لماذا؟ لأن هذا الزواج بني على طاعة لله عز وجل. الواحد يشوف 50 واحدة بتعرف واحدة، هذا على ذوق أبوه الزواج، يعني بيشوف 50 بتونوان ما شافها. طبعا لما بالمطار عامل لوحة أنا فلاني ما شافها. ممكن ينجح هذا الزواج إلى أقصى درجة لأنه بني على طاعة الزواج. يعني القصص لا تعد ولا تحصى في تعزيز معنى قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني بيجي أخ بيشتغل بالمسجد 5 ساعات الخميس، بشوف إخوان 5 ساعات لوجه الله، أبدا لوجه الله، بيمسح البلدوق هيك بلا مقابل، هي عند الله. يا الله عز وجل قبل توبة بغي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش، سقته قال فغفر الله لها فشكر لها. الطعمي كلب بلا مقابل، الطعمي هرة تعتني بحيوان مريض بلا أجر، هي انزعى من ذهنك. مؤمنين عندهم ولدان وسيمان يملأان البيت بهجة. طيب في مؤمن استمتع بابنه طول حياته، كبر ابنه صار شاب ومعه دائما، وبابا ولد باركة حتى آخر لحظة بحياته. والمؤمن الثاني مات ابنه وهو في سن من أجمل السنوات مات، فالمؤمن الثاني صبر وقال حسبي الله ونعم الوكيل. معقول ما يكون في تعويض للثاني؟ معقول بصير في عدل، هذا ما صبر الثاني صبر، معنى كل شيء بحسابه. فإذا واحد يعاني في الدنيا ما يعاني وكان مؤمن له عند الله عز وجل عطاء كبير. فالعبرة الغنى والفقر بعد العرض على الله. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والله لو أنقذت نملة من الغرق وأنت تتوضأ لن تضيع عند الله. والله لو نزعت قشة من المسجد لقدسيته عندك وضعتها في جيبك لن تضيع عند الله. والله لو أطعمت امرأتك لقمة، لو أن في الصحن قطعة لحم واحدة ودفعتها إلى زوجتك لن تضيع عند الله. لو أنك استقبلت ضيفا وآنسته وأكرمته لن تضيع عند الله. لو أنك في عمل وأنت رأس العمل وابتسمت في وجه من يعمل عندك فطمأنته لن تضام عند الله. يجب أن تعلم أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة عبر عنها العلماء، أنت في أيام الشتاء والشمس تدخل إلى أعماق الغرف، أكنس أرض الغرفة ثم أنظر ماذا ترى؟ ترى ذرات عالقة في جو الغرفة يكشفها ضوء الشمس، ما لها وزن أبدا وما لها حجم. إن عملت عملاً صالحاً بمستوى هذه الذرة لن يضيع عند الله. لذلك نحن نقرأ 600 صفحة قرآن كريم في رمضان، ومعنا كتب فقه ومعنا كتب حديث ومعنا كتب تفسير ومعنا تعليقات وندوات ومحاضرات وفضائيات. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. يعني لقى زوجته متعبة أم عاونة بعمل بسيط، مثلا بعمل بسيط عاونة بصنع طبق طعام،
عاون بغسل صحن، يعني في آلاف الأعمال. أطعم هرة، أطعم كلبا جائعا، في كل كبد رطبة أجر. فلذلك أبواب العمل لا تعد ولا تحصى. داخل بيتك في ألف طريق إلى الله. تربية أولادك، جلست مع أولادك، صبرت عليهم، يعني ربيتهم، تجاوزوا حدودهم، أدبتهم، ألبستهم، أطعمتهم، جلست مع أهلك، كل أعمال صالحة. إن كنت مؤمناً ما من حركة ولا سكنة إلا تعد عند الله عملاً صالحاً. ولا يقطعون وادياً ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح. إذاً فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لا تخاف، لا تخاف ظلما ولا هضما، لا تخف أن تعمل عملا صالحا ثم يضيع هذا هباء منثورا. أمثلة تدعم هذه الفكرة. كنت مع صديق لي توفي رحمه الله من لبنان، ففي أحد أحياء دمشق يرجع بمركبته إلى الوراء فاصطدم بمركبة عمومي. أنا قلقت أنه لعل هذا السائق ينزل ويتكلم كلام شيء غريب. نزل السائق ونظر إلى ما أصيبت به مركبته من ضرر، ضرر لا بأس به يحتاج إلى آلاف. قال له للسائق اللبناني، الأخ اللبناني، سامح اذهب. هي أثناء أحداث لبنان. قال له اذهب ما في شيء. غريب الموقف، غريب جدا. وجدت هذا الصديق تنهمر من عينه دمعة على خده ومليء. يعني أنا عجبت أنه معقول أنه فرح أنه ما دفع تعويض هذا الحادث، مو هذا المعنى. سألته لماذا تأثرت؟ قال لي والله قبل سنتين وأنا في بيروت إنسان من سوريا راكب سيارة بيجو معه عيال محجبين ضرب سيارتي. قال لي والله ما أردت أن أفسد عليه نزهته. قال له إذا، فلما رأى من يعامله نفس المعاملة خشع لله. ما بضيع عليك شيء أبداً، تطعم طعام، تنقذ إنسان، تنصح إنسان، تتساهل مع إنسان، تعفو عن إنسان، الله بيعفي عنك. فلذلك يجب أن تعلم علم اليقين، ما من عمل صالح مهما دق له عند الله أجر. ما أكرم شاب شيخا لسنه، يعني أنت كنت شاب وراكب مركبة عامة وطلع إنسان متقدم بالسن. بالمناسبة إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إجلال ذا الشيبة المسلم. إنسان مسلم وجهه منير عمره 80 سنة، هذا إكرام وإكرام لله عز وجل. فأنت وقفت له، قاعد بمقعد وقفت له. هي الأيام مثلا بالمسجد بيجي إنسان متقدم بالسن بيحب محل مريح، تلاقي شباب صغار قاعدين مرتاحين مسنودين ومبسوطين، وهذا الإنسان المتقدم بالسن ما بيلاقي محل بيرتاح فيه مثلا. يعني كثير جميل بالشاب إذا كان قاعد بمحل مريح ولقى شخص متقدم بالسن يقدمه عليه. النبي قال ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. أبدا. يعني لي صديق بمصر قال لي توفي لنا قريب. قبل أن يتوفى قال لي شخص عادي جدا، أقل من عادي، يعني أب وسط وأولاده بالدين دون الوسط، أسرة من عامة الأسر غير متميزة إطلاقا. فلما مرض الأب وجد من أولاده عناية لا يمكن أن تصدق. أولاد عاديين، يعني ما في دين قوي يدفعهم لخدمة والدهم، ولا فيها الأب المثالي اللي مقدم كل شيء لأولاده.
لا هذه ولا تلك. قال لي عجيب، قال لي بقيت أشهر وأنا في حيرة من هذا الوضع. يعني سمع من خدمة الأولاد إلى أبوهم شيء لا يصدق، مع أن الأبناء عاديون والأب أقل من عادي. ثم اكتشف أن هذا الأب حينما كان شاباً كان يرعى أباه رعاية من هذا المستوى، فسخر الله له هؤلاء الأولاد ليرعوه. هذه الآية لازم تدخل للعظم، تدخل لأعماقنا، تكون مع ذرات دماءنا، مع خلايا جسمنا. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اثنين اشتروا سيارتين من ألمانيا، جاء بهما إلى الشام، نزلا في فندق ببولونيا. الساعة 12 ليلا طرق بابا الغرفتين من قبل فتاتين عاهرتين، واحد فتح الباب الثاني ما فتحه. المستقبل واحد طالع الثاني نازل، هيك سلم محله، اختلف مع زوجته، طلق زوجته، فلس، والثاني طالع هيك. هي طبعا اللي ما فتح طلع واللي فتح نزل، كل شيء بحسابه ابدا. وان الله لا يضيع اجر المحسنين. راكب مرة مع إنسان هيك، سألته سؤال قد يكون يعني سؤال عادي، قلت له هذه المركبة متى اشتريتها؟ قال لي هي من كذا سنة لكن لها قصة. قلت له ما قصتها؟ قال لي أنا ساكن بحي بعيد عن عملي وما عندي مركبة، وكنت متألما جدا من أزمة المواصلات وحمل الأغراض، فاشتريت ورقة يا نصيب لعلي أربحه فأشتري مركبة أحل بها مشكلتي. جيد. قال لي اشتريت هذه الورقة ودخلت إلى أحد المساجد فإذا الخطبة عن اليانصيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. علق الآمال على الورقة، طلع الخطيب ما لقى غير يحكي عن اليانصيب، فأخرج الورقة ومزقها في المسجد خوفا من الله. قال لي أنا العادة بشتغل مثلاً 20 قطعة، 100 قطعة، 1000 قطعة، إجاني إنسان بده 50,000 قطعة. قال لي ربح هذه الصفقة ثمن هذه السيارة. كان تعليقي أنا أنه معقول تشق ورقة يا نصيب بالجامع خوف من الله، والله ما يعوضك عليها مقابلة، الله موجود. قصص لا تعد ولا تحصى. لو أردت أن وعزز هذه الحقائق بقصص لا تعد ولا تحصى. معقول أن تدع شيئاً لله وتكون أنت الخاسر؟ معقول أن تطيعه وتخسر وأن تعصيه وتربح؟ معقول؟ معقول ترعى أولادك والله عز وجل يجعلهم عاقين لك؟ معقول تختار زوجة لأن مؤمنة لا تسعد بها؟ مستحيل. معقول تترك عمل لله في دخل كبير وترضى بدخل يسير لكن شرعي وتكون آخر الناس؟ مستحيل. وألف ألف 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 مستحيل أن تطيعه وتخسر وأن تعصيه وتربح. هذه الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. معقول شاب كلما رأى فتاة قال أعوذ بالله معاذ الله غض بصره عنها، وإنسان يملأ عينيه من الحرام لا يدع منطقة في جسم الفتاة إلا يملأ محاسنها بعينيه، ثم يتزوجان يعاملان معاملة واحدة؟ أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم حياتهم الدنيا ومماتهم ساء ما يحكمون. تترفع عن شيء محرم ولا تأخذ الثمن، طبعاً قد يكون بالآخرة مو بالدنيا، لكن الدنيا ليست دار جزاء. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. معقول تنصح مريض بعدم إجراء العملية لأنه لا يحتاجها، وطبيب آخر ينصحه بإجراء عملية ولا يحتاجها، أن يعامل الطبيبان سواء بسواء؟ معقول تعتذر عن أخذ دعوى وأنت محامي
أن الدعوة فيها ظلم، ومحامي آخر لو أنه ظالم يأخذ الدعوة ويدافع عن الظلم ليربح منه، ويعامل المحاميان معاملة واحدة. والله أذكر إنسان دخل إلى بيتي قال لي: كم تقدر عمري؟ قلت له: 60. قال لي: 76. والله أنا تفاجأت. قال لي: والله بإمكاني أن أهدم هذا الجدار، أشعر هيك. قال لي: كأنني حصان. 76، يمكن مات من كم سنة، يمكن عاش للـ90، الله أعلم. وما له متقيد بأي شيء من قواعد الصحة بالمناسبة، يعني على كيفه عم يشتغل. قال لي: ولكنني عملت في سلك يعني صعب جدا، وفي دخل مخيف لو أراد أن يأخذ مالا حراما. قال لي: والله ما أضررت إنسانا واحدا في حياتي، ولا أكل قرشا حراما، يقسم بالله. والله عز وجل في نهاية حياته كان له بيت بالشام، وبيت بمصيف، وأولاد متزوجين، ومركبة. قال لي: أنا بحبوحة كبيرة. قال لي: مرة أصيب بحادث وكاد يفقد حياته، لأن دمه كله نزف منه إلى أن وصل المستشفى. قال لي: وأنا مستلقٍ على طاولة العمليات ناجيت الله، قلت له: يا رب إن آذيت لك عبداً من عبادك واحداً فأمتني الآن، وإلا فلي حق عندك أن تشفيني. قال لي: ما كنت سبب بإيذاء واحد بكل حياتي. قال لي: وغيري بنوا مجدهم على أنقاض الناس، بنوا غناهم على إفقار الناس، ملأوا قلوب الناس رعباً. قال لي: قصفوا وماتوا فقراء. أبداً، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. يعني هي حقيقة بالدين مهمة جداً، لا يمكن أن تعامل كما يعامل الفاسق، لا يمكن أن تعامل كما يعامل المنحرف، لا يمكن أن تعامل إذا كان دخلك حلال كما يعامل من دخله حرام، لا يمكن أن تعامل إن أردت من زواجك طاعة الله كمن أراد من زواجه المتعة فقط، مستحيل. لذلك: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أجرك محفوظ، بل إنك إن تضع لقمة في فم زوجتك تجدها يوم القيامة كجبل أحد، كجبل أحد. واحد بده يتزوج، خطب فتاة مناسبة جدا، الفتاة في طول رجليها فارق 8 سنتي، يعني عاها ولادية، فبتلبس يعني حذاء كعب 8 سنتي وكعب زحافي، تلبس طويل، الأمر تمام. انخطبت، أعجبت من خطبها، تم الزواج، كتب العقد، يوم العرس انكشفت، الحماية كشفتها، هي لهم سويت بجهنم. حملت ابنها على تطليق امرأتي، قال لها: ما بطلق. هو وأمه هكذا، قال لها: ما بطلق، ما بكسر خطبة. يقسمون بالله خلال سنوات معدودة صار معه 200 مليون. يقسمون بالله في قرابة، خلال سنوات معدودة جمع 200 مليون. من عمل شريف، يعني عمل عادي، إلا ما بكسر خاطرة، ما في مشكلة تتزوج، يعني استوعب الموضوع الابن رحمها. مستحيل تعمل عمل طيب ما تلاقي ثماره بالدنيا أو بالآخرة. لذلك في قول ترتعد له المفاصل: ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. لو كافر ملحد خدم الله بيهيئ له من يجازيه على خدمته في الدنيا. ابدا. أيام بتلاقي واحد ما في دين بس بيحب يخدم، بتلاقي اموره ميسره، دخله معقول، ما عنده مشكله، الاخره موضوع ثاني. تخدم انسان في الدنيا ويضيع عليك هذا العمل، هذا مستحيل، مستحيل على عظمة الله، على كماله، مستحيل على فضله، مستحيل على عدله، على رحمته. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا تخاف.
تترك بيتك مريح قاعد مرتاح بالفرشة وزوجتك معك بالأفطار، هاتوا قهوة وهاتوا شاي، ساولنا صحن فواكه، ساولنا كذا، تترك هالبيت المريح، تلبس تجي تركب باص تجي على الجامع تقعد على الأرض، لا في كاسة شاي ولا في سندويشة ولا في شيء، تسمع درس ساعة وترجع 3 ساعات، هي بلاش؟ مستحيل. الله بيضيفك بالجامع، بيضيفك سكينة، بيضيفك حكمة، بيضيفك توفيق بحياتك، بيضيفك أولاد أبرار، بيضيفك زوجة صالحة. قال أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. إذا ما كنت مع الله جيد تحرم الزوجة، تتغلبك بلا سبب أحيانا. أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي. الله بيضيفك وفاق زوجي، بيضيفك أولاد أبرار، بيضيفك صحة، بيضيفك طمأنينة، بيضيفك سعادة، بيضيفك سكينة، بيضيفك. إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. يعني ممكن ما تضيف إنسان فات لبيتك شيء ولو سكرة ولو كأس من الشاي، مستحيل ما تضيف. يا الله عز وجل أنت في بيته، نوع ضيافته بس نوع متفوق جدا، يكرمك بسكينة تملأ قلبك، يكرمك بالتوفيق فننسره لليسرى، يكرمك بالتوفيق. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، لا تخاف لا تخاف، يعني ولو أديت أقل عمل تتصوره أنت لن يضيع هذا الأجر، محفوظ عند الله، إن شاء عجل لك ثوابه في الدنيا أو أخره إلى يوم القيامة. واحد راح لبلد غربي يبدو مربى تربية دينية، وجد الفسق غير معقول، أرسل لوالده رسالة قال له إما أن ترسل لي زوجة على جناح السرعة وإما أن أعود إلى البلد، أنا لا أعصي الله هناك والوضع لا يحتمل. فالأب طلب منه وكالة، طب عمل عقد وبعث له إياها شحن جوي. عفوا يعني بسمع قصة أنه في وفاق بين الزوجين لا يصدق. لماذا؟ إن هذا الزواج بني على طاعة لله عز وجل. الواحد بيشوف 50 واحدة بتولوانه، هذا على ذوق أبوه الزواج، يعني بيشوف 50 بتولوان ما شافها. طبعا لما بالمطار عامل لوحة أنا فلاني ما شافها. ممكن ينجح هذا الزواج إلى أقصى درجة لأنه بني على طاعة الزواج. يعني القصص لا تعد ولا تحصى في تعزيز معنى قوله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني بيجي أخ بيشتغل بالمسجد 5 ساعات الخميس، بشوف إخوان 5 ساعات لوجه الله، أبدا لوجه الله، بيمسحوا البلدوق هيك بلا مقابل، هي عند الله. يا الله عز وجل قبل توبة بغي رأت كلبا يأكل الثرى من العطش، سقته، قال فغفر الله لها فشكر لها. الطعمي كلب بلا مقابل، الطعمي هرة تعتني بحيوان مريض بلا أجر، هي انزعى من ذهنك. أهل الدنيا مساكين بيتوهموا أن المؤمن أجدر، عم يبذل ماله ويطعمي، شو بدك بوجع الرأس؟ بيقول له عود ببيتك أريح لك. النبي قال من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. بيقول لك أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، والعوام بيقول لك امشي بجنازة لا تمشي بجوازة، هي ما بدي وجع راسي بعتذر، هي ما لي فاضي، هي ما لي، بتلاقي في نمط ما بيساوي شيء. أنا في شخصين، واحد أقدسه تقديسا لا حدود له إنه لا يخطئ وهو النبي الكريم، وفي واحد معه ما بيغلط بس بيحتقره، هو الذي لا يعمل ما بيغلط، لا بيقدم خدمة، لا بيعاون على عمل صالح، لا بيساهم بمشروع، بينتقد فقط، ما بيغلط، ما بيتورط بشيء أبدا، اسمه العفريت النفريت،
نازل واقف دائما، انه ما بيدخل بيعمل صالح، مرتاح، بس بينتقد، بينظر للناس وبيشمت فيهم، بينتقدهم دائما. هذا الانسان مع انه لا يخطئ يحتقر. من لا يعمل لا يخطئ، ما بيشتغل شيء. فلذلك نحن نرجو رحمة الله عز وجل. نعم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.